الله يمسيكم بالخير يا الربع، هلا وغلا فيكم في قناة علي بينوي من فيكتوريا. اليوم حابين نتكلم موضوع الحياة عن الفلبين بشكل عام. راح نتكلم عن شنو راح حابين نتكلم اليوم. طبعا اليوم راح نتكلم بشكل عام عن الفلبين. قبل ما نبدأ حلقتنا احب اذكركم تجربتي تختلف عن تجربة اي احد بالفلبين، كل واحد تجربته تختلف عن الثاني، وراح نتكلم بصدق وامانة خاصة عن الحياة بالفلبين. اولا اذا جيت الفلبين وجيت عشان الاستقرار بالفلبين راح تواجهك اشياء كثيرة، مثل اختلاف العادات والتقاليد، حتى اختلاف الفكر التجاري بين الناس، يعني حتى تفكيرك بالتجارة والأمور هذه تختلف عن الناس هني. طبعا اليوم أنا حابة أخذكم جولة هيك ونسولف ودردش معاكم، يعني جولة ودردشة. طبعا هذا الاتجاه الباصات رايحات على بكالود، وطبعا هذاك الصوب الاتجاه اللي رايح على سان كارلوس وعلى سيبو. نرجع لموضوعنا. طبعا زي ما قلت لكم يعني الواحد يعني هني بتختلف الاختلافات في الفكر التجاري، لان هناك خاصة في المجتمعات الفقيرة، يعني خاصة الناس الفقيرة وهذا تفكيرها يعني محدود، يعني تلاقيها ايش يعني غالب عليهم طبع التقليد. اذا كان انت فاتح مشروع صغير وبسيط وهذا تلاقيهم يعني باستطاعتهم انهم يقدروا يفتحوا نفس مشروعك، والعكس صحيح. يعني لو كنت انت ماخذ فرانشايز او شيء نفس كريسبي نفس هذا، يعني هذا الفرانشايز ماله ب 500,000 وصاعد، يعني صعب تلاقي حدا يقدر ياخذ نفس هذا الفرانشايز، وصعب يعني شوي الا قلة قليلة. يعني على العموم يعني لو فتحت مشروع براس مال صغير راح يقلدونك، اما زي هيك صعب انهم يقلدونك، او تفتح محل بتاع مواد بناء ما بناء وهاي، يعني هذا كمان راس مالها كبير ومكلف جدا وصعب حدا يقلدك فيه. حتى كمعمل طوب او هاي الشغلات هذه برضو مكلف وصعب انه حدا يقلدك في هذا المشروع. طبعا احنا جولة هيك صغيرة في فيكتوريا بشوارعها وحواريها. طبعا هذا الطريق يوديك على المزارع السمك وعلى صوب برانجاي 6A. على العموم يعني اذا فتحت مشروع براس مال صغير ونجح، بعد كم شهر بتلاقي كذا واحد قلد مشروعك، لانه سهل انه يقلد مشروعك. اما اذا كان زي ما قلت لكم قبل، اذا كان راس مشروعك راس ماله كبير وناجح وماخذ انت فرانشايز وكذي، صعب انه حدا يقلدك. طبعا ثانيا يعني حابين نتكلم على الزوج الاجنبي مجبر، يعني هون بالفلبين العادات والتقاليد الزوج الاجنبي مجبر على صرف على اهل الزوجة في حال انه هو كان مقيم عندهم او هم مقيمين عنده، هو مجبور فيهم، خاصة لابو الزوجة وام الزوجة مجبور انه يصرف عليهم. في حال انهم كانوا ساكنين برا ولا شيء، لا هذا شيء ثاني، موضوع ثاني، ما يقدر، ما لهم لازمة عليه انه يصرف. بس يعني هذه الفكرة بشكل عام. يعني طبعا ثالثا يعني برغم سهولة الحياة والعيش، الا انه هناك اختلاف في اسعار المنتجات من مكان لمكان، خاصة المنتجات الغذائية في الفلبين، يعني من بقالة لبقالة، من ماركت لماركت، من سوق لسوق، من مجمع لمجمع، الاسعار بتختلف جدا. يعني هني يمكن تشتري الدخان ب 120، تروح منطقة ثانية تشتري ب 140،
تروح منطقة ثلاثة تاخذ ب 160 حسب يعني على يعني زي ما بقولوا وزي هيك الأكل المعلبات الخضار الدنيا هاي الأسعار برضو مرتفعة جدا بحكم يعني إن تكلفة الخضار وبعض المنتجات الزراعية مكلفة جدا هنا بالفلبين، خاصة لأنها بتحتاج المزارع أو المزارع الخضار ومزارع هذيلا بتحتاج إيش مظلات وما مظلات والأمور هذه لأنها إيش مكلفة جدا وغير المواد وغير الشحن وكمان الظروف الجوية كمان هذه كمان بتأدي برضو لرفع الأسعار في الخضار بشكل عام. طبعا الإقامة بالفلبين تحدي كبير وذلك بسبب قلة الجاليات العربية، يعني انت بمنطقتك يعني صعب تلاقي جاليات عربية حواليك ونادرا لما تشوف حدا من العرب حواليك بالمنطقة هذه، وكذلك وانا كمان برجح يعني يكون افضل يعني واحد يكون شوي بعيد عن العرب لان في بعض الجنسيات يعني مشكلة يعني مصيبة يعني مشاكلهم كثيرة وسوالفهم كثيرة قرقر واحد مش ناقصه يعني واحد ومش ناقص من عيونهم اللي ما بتذكر الله وما بتصلي على النبي. على العموم يعني احنا جولة بسيطة هيك يعني من لفلف احنا والجو يعني حلو ما فيش فيه رطوبة الاجواء حلوة طبعا. هانا كمان زي ما قلت لكم يعني قلة الجاليات العربية وكمان بطء الإجراءات في المعاملات خاصة في الإقامة وكذلك إجراءات الزواج والتصديقات والأمور هذه في يعني فيها شوي بطء بالإجراءات. طبعا في الفرص متاحة هنا بالفلبين بالنسبة للحياة هنا العملية الحياة العملية الفرص متاحة بشكل كبير بس بشروط متاحة بكل المجالات بس زي ما قلت لكم بشروط اللي هي انك تعرف زي ما قلت لكم قبل تختار المكان تختار الامور وتختاروا الشغل المناسب لكم والامور هذه. الافضل ايش انكم تختاروا المكان وتدرسوا المكان عسب ايش تفتحون شغلكم. وكمان رأس المال كمان بتحكم بالأمر وكذلك التفكير الصحيح والمكان الصح لبداية فكرة مشروعك. طبعا في الفلبين هنا لازم الواحد يتجنب بعض العرب وخاصة بس الواحد لازم يتجنبهم شوية صراحة يعني مشاكلهم كثيرة وكثير ناس يعني تكلمت عن هذا الموضوع ويعني في هذا الموضوع كثير يعني وأنا بالنسبة لي الحمد لله يعني متجنبهم نهائي حاليا متجنب يعني قليل التواصل يعني حتى يعني ما بدي اعمل علاقات مع ناس بكرة في مشاكل بكرة في شيء في هذا قرقر وهذا انت عارفين يعني. طبعا الواحد ايش مش هون يعني على سيرة القرقر وهذا هون يعني بيسموها مارتس وواحد مش ناقصه لا عين ولا حسد ولا هذا مش ناقصه مصايب. وطبعا الواحد يحرص دائما على فعل الخير هنا انا زي ما قلت لكم قبل ودائما بقول الواحد لازم يعمل خير زي ما بقول لك المثل اعمل خير بتلاقيه على الاساس انا بتكلم. يعني بالنسبة للحياة الفلبيني هنا يعني اكثر المشاريع اللي بتشوفها دائما فيها نجاح وفيها استمرارية اللي هي شغلة الأكل. طبعا هذا مطعم جديد فاتح
يمكن سويت لكم شورت فيديو عن هذا المكان. طبعا المطاعم هم بيحبوا الاكل، باكلوا 5 وجبات في اليوم، باكلوا 5 وجبات في اليوم. وطبعا حسب المدينة، المدينة اذا كان فيها دخل فيها مدخول، الناس فيها حركة روحة وجاية وهذا لا يعني. ودائما هذا انت بتلمسه لما انت تنزل على السوق، بتلاقي ناس، بتلاقي حركة يوميا بشكل يومي، في حركة والمحلات اللي حواليك، الدنيا في حركة. هذا دليل انه المنطقة في حيوية، والناس في عندها مدخول شهري، وغير اللي بيجيها فلوس من اهلها ولا من قرايبهم ولا شيء من برا. وزي ما قلت لكم يعني هنا مشاريع الاكل ما بتخسر، مشاريع المي ما بتخسر، وعندكم مشاريع المواد الغذائيه ما بتخسر هنا بالفلبين. كمان عندكم مشاريع اللي هي الناس اللي بتفهم بمجال الصرافه، محلات الصرافه كمان فيها مكسب يعني حلو. يعني هم فيها شغل، بس حبيت اورجيكم بعض ظروف الحياه الموجوده هنا. وطبعا زي ما قلت لكم يعني التليفونات والاكسسوارات والامور هذه كمان ما فيها خساره في هالبلد، يعني ماشيه. والتصليحات خاصه الالكترونيات، خاصه الكمبيوترات والتليفونات، تصليح التليفونات هذه كمان ماشيه، طباعة الملابس، البنرات، الدعاية والإعلان هاي ماشية، لأنه هون عندهم مناسبات كثيرة والاحتفالات كثيرة والأعياد والأشياء كثيرة كثيرة تحتاج للطباعة والدعاية والإعلان. يعني هون اللي بيفتح مشروع دعاية وإعلان بيكسب ذهب، خاصة إذا كان عنده ماكينة بنر حجم 3 متر، هذه ما شاء الله راح يشتغل أحلى شغل بهالبلد. وطبعا هنا تراخيص هذه شوي يعني صعبة شوي، صعبة وسهلة بس تاخذ وقت يعني قبل ما تطلع، خاصة الدعاية والإعلان. أنا سألت أنا واحد قال الدعاية والإعلان تقعد وقت لا تطلع. بس حبيت أحكي لكم بشكل موجز اليوم الحلقة الثانية للحياة بالفلبين، وراح نسولف عن أشياء ثانية إن شاء الله بالأيام الجاية، ونتكلم عن عدة مواضيع حبايبي.